طيب دلوقتي بقى خلينا ناخد حضراتكم ونروح عشان نتابع ملخص اللي حصل امبارح في الحلقات الـ16 لمسلسلات رمضان. كان في احداث كتير جدا، تفاصيل كمان مهمه جدا هنعرفها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. الحلقات الـ16 من مسلسلات رمضان كان فيها احداث كتير امبارح. البدايه من مسلسل اختيار 3 اللي جت حلقته باسم الانتخابات البرلمانيه، وتناولت اقبال المواطنين على عمل توكيلات لوزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي علشان يتدخل لانقاذ البلد من حكم الاخوان. شوف سعادتك، انا عاوز اعمل توكيل للسيد وزير الدفاع، اقول له انا المواطن سامح عبد الرحمن مصطفى جد الله بوكلك إنك تنقذ البلد من اللي بيحصل فيها، واللي أنت شايفه عمله وأنا موافق عليه. بينتقل المشهد بعد كده لمرور وزير الدفاع على الجنود في أحد مناطق الجيش وكلامه معاهم عن أهمية الوطن والخدمة العسكرية وحماية البلد والأهل، وإن الجيش المصري وطني عظيم وشريف، وعلى كل جندي إنه يفتخر بإنه من هذا الجيش. اسمحوا لي إني أتكلم معاكم في أمر مهم جداً. كل واحد فيكم وهو واقف مكانه، سواء كان ليل أو نهار، في الشمس أو في البرد، لازم يكون عارف هو بيعمل كده ليه. أنت واقف علشان تحمي بلدك وتحمي أهلك. الجيش المصري جيش وطني عظيم شريف قوي، صحيح، وكل واحد لازم يفتخر إنه جزء من الجيش ده، وكل واحد كمان لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه ولازم يكون قدها. وأنا عارف إن كنتوا قد المسؤولية. تمام يا رجالة؟ بعد كده بينتقل المشهد لمجلس الدولة يوم 6 مارس بعد حكم المحكمة الإدارية اللي ألغى انتخابات البرلمان، وتم عرض مشاهد حقيقية لتناول وسائل الإعلام للخبر وردود الأفعال من الأحزاب المختلفة. وفي الوقت ده كان محمد مرسي بيعيش حالة غضب شديدة من قرار المحكمة، وقال لمدير مكتبه أحمد عبد العاطي إن خيرت الشاطر نصحه بعدم تصعيد الأمور وإنه لازم يعلن احترامه للقرار منعاً للمشاكل. باشمهندس خيرت طلب إن الرئاسة تفضل بعيد عن موضوع الطعن على قرار المحكمة، وإنها على العكس المفروض تطلع بيان تقول فيه إنها بتحترم حكم القضاء وقرار المحكمة، وإنه ده أفضل بكتير من إنه كانت الانتخابات تبدأ وبعد كده تتوقف بعد إهدار المال والوقت. أما موضوع الطعن ده فهيترتب بشكل مختلف. في الحلقة 16 من مسلسل العائدون قدر الضابط نبيل إنه يأثر على صفوان علشان يعرف منه تفاصيل خطة نقل عناصر داعش لمصر ومناطق تانية، وبعدها طلب نبيل لقاء عمر ونادين علشان يناقش معهم الخطة اللي بتعتمد على إنه بلد كمال أقطاي هتكون هي المحطة اللي هينطلق منها عناصر داعش لعدد من الدول الأسيوية، وهناك هيغيروا هويتهم وأسمائهم علشان يدخلوا مصر والشرق الأوسط بأسماء وهويات جديدة. قدرنا نوصل للمعلومة دي هنقدر نعمل تراكنج عليهم ونستناهم في دول الوصول. بس امتى نبيل؟ الوقت قصير قوي ان احنا نعمل كل ده. ما عارف يا عمر، بس لازم يبقى في تنسيق ما بين الدول دي على اعلى مستوى. في الحلقه 16 من مسلسل المشوار دينا الشربيني اكتشفت خيانه زوجها ماهر او محمد رمضان ليها، وده لما سمعته وهو بيتكلم مع عزه او ندى موسى عن شامل وبيطالبها بانها تبعد عنه. وهنا تدخلت ورد أو دينا الشربيني في الحوار علشان تعرف فيه إيه، فردت عليها عزة بأن زوجها بيحاول يخونها معاها، وهي ما رضيتش تقول لها علشان ما يحصلش بينهم مشاكل وتكون سبب في طلاقها. في الوقت ده انهارت ورد وطردت ماهر من الشقة رغم محاولته أنه يدافع عن نفسه ويقول لها أن ده ما حصلش، لكنها ما صدقتوش. براحتك، عايزة تصدقي صدقي، أنا مش هقعد في مكان البت دي فيه، مش هقولك تيجي معايا نبات في الشارع، مش هرجع غير وانا قد الرجوع. انا جايبلك بيتي ليه بيك انت وابنك. بدأت أحداث الحلقة 16 من مسلسل فاتن أمل حربي بمشهد فلاش باك أثناء مشاهدة سيف أو شريف سلامة لمباراة على التلفزيون، ودخلت والدته نظيمة أو فادية عبد الغني علشان تتكلم معاه في موضوع مهم، وطلبت منه إنه ملوش دعوة بالبنات اللي شغالين عندها في المصنع لأنهم بيشتكوا إنه بيتحرش بيهم. وهنا
دخلت زوجته فاتن أو نيلي كريم وقامت خناقة بينهم، وهددته بأنه لو ضربها تاني هتكتب بوست على السوشيال ميديا وتفضحه بأنه شخص متحرش. وبعد كده سابت البيت وراحت تجيب بناتها من الدرس. لو مديت إيدك عليا تاني لحط لك بوست على الفيس واكتب فيه امسك متحرش. خد هنا بيت، خدي تعالي بقولك بكلمك دي متحرش. بدأت أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير قوي بحوار ما بين مربوحة أو رحمة أحمد مع جوني، وإنها زعلانة بسبب كلام الكبير ليها وإنها مش مهتمة بنفسها. في وسط الكلام جوني بيلاقي مربوحة بتتابع فيديوهات على تيك توك، وخصوصاً فيديو هاجرس أو محمد سلام اللي فضح فيه جوني. بيخرج جوني علشان يشوف هدرس وبيلاقيه قاعد على قهوة وسط أهالي المزاريطة وبيتكلم معاهم عن فيديوهاته المزيفة اللي محققتش مشاهدات عالية. وقام جوني بضرب هدرس على راسه بالإزازة، وبعدين أخدوا الدكتور ربيع علشان يعالجه. وفي أحداث الحلقة اشتعلت المنافسة ما بين جوني وهدرس على فيديوهات التيك توك، واستعان جوني بفزاع في فيديو تمثيلي، لكنه تفاجئ بأن هدرس نفذ نفس الفكرة قبل منه.